السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولد؟ رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جبت لكم أفضل 5 ألعاب مجانية على ستيم. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسوا تسوي لي لايك سبسكرايب وشير، وأخليكم مع الفيديو. في المركز الخامس جماعة الخير عندنا لعبة وارفير. لعبة وارفير معروفة جدا، اللعبة هذه منتشرة كثير على البلاي ستيشن وعلى البي سي، ومن أكثر الألعاب تحميلا على ستيم. لعبة ممتازة، لعبة متوفر فيها طرق قصة، متوفر فيها أونلاين اللي يعجبك. لعبة طبعا بالكامل مجانية، ولعبة حلوة صراحة. حتشوف الجرافيكس حقه ولا أحسن يا رجل، لعبة يعني جدا جدا ممتازة. فما بيطول عليكم اكثر من كذا، واخليكم مع اللي بعده. في المرتبة الرابعة معنا لعبة بلاك سكواد. اللعبة هاي تقدر تقول عنها شبيهة بريمبو او شبيهة كونترا سترايك. لعبة يعني جدا حلوة، لعبة زي نظام سيرش اند دستروي بكول اوف ديوتي، او نظام الشرطة الحرامية في ريمبو. 5 ضد 5، والعب يلا، كل واحد له خاصية، كل واحد له حركات، وزبط عمرك. في المرتبة الثالثة عندنا لعبة وار ثندر. اللعبة هذه لعبة الآليات اسمها أو شيء، لعبة الدبابات على الطيارات، على لعبة أونلاين طبعا. تقدر تصير يعني زي ما تبي، زي قائد دبابة أو تصير طيار أو اللي يعجبك. اللعبة لها ماب كبير جدا، لعبة شبيهة بوار تانكس أو من نفس الشركة تقدر تقول. لعبة جدا ممتازة، ولعبة يعني مابها كبير وممتع اللعب بشكل عام، خاصة صرت معك سكواد تلعبون جميع، أحسن شيء صراحة. فأخليكم مع اللي بعده. لعبة عندنا اللي هي تيم فورتس 2. اللعبة هذه معروفة، لعبة مخضرمة يعني من أقدم الألعاب على البي سي تقدر تقول، يعني شهرة يعني موجودة على ستيم. لعبة تقدر تقول رسمها على زي فورتنايت، على اوفر واتش، على شيء زي كذا، لكن لعبة بسيطة جدا. لعبة كل شخصية في اللعبة له خاصية، في سنايبر، في واحد معه رشاش، في واحد تانك، من الاشياء هذه، واحد هيلر، من الشريحة. لعبة حلوة جدا ومجانية على ستيم. في المرتبة الأولى عندنا لعبة بلاندس. لعبة زي ما تقول نسخ ولصق من لعبة أوفر واتش. يعني زي ما تشوفون بالضبط زي أوفر واتش، أوفر واتش لكن للمطفرين. لعبة رهيبة صراحة، يعني ما أقولك أنها أحسن من أوفر واتش، لكن بالنسبة للمجانية وعلى ستيم لا توجع راسك ولا شيء، حمل اللعبة واطلع. هذا المميز باللعبة صراحة. وأتمنى يا جماعة الخير هذه الليستة اللي عندي اليوم أتمنى أعجبتكم. لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب وشير القناة. وأتمنى تعجبكم. كان معكم باسل من قناة هيسوكا، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. وإن شاء الله نوصل 2500 مشترك قريب، فما بطول عليكم أكثر من كذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.